فجأة وانت تبحث في مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي المحتوى كله تخوين وصراع بين السنة والشيعة أو القوميين والمحافظين أو بين الخليجيين وبقية الشعوب العربية. ولو كنت محظوظا مثلي لربما سيصادفك أحد يقول أنه من وطنك ولا يمجد سوى الصهيونية بشكل فاضح وواضح. لا تخاف، جهز فنجان قهوة أو شاي وخليني اليوم أكلمك عن الإغراق المعلوماتي وتمييع القضية. وبسبب القيود المفروضة على المحتوى الداعم للقضية، أتمنى أن تشترك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ولايك ومشاركة مع من تحب. وأيضا في صندوق الوصف راح تلاقي روابط لهيئات خيرية رسمية للتبرع لإخواننا في غزة. فلا تكن أنت والعدو وبرد الشتاء في تحالف ضدهم. في البداية، ما هو الإغراق المعلوماتي؟ وصفت البروفيسورة شيري شبير المصطلح في ورقة بحثية لها، مشيرة إلى أن الفرد قدرة استيعابية معينة، فإذا تجاوزت كمية المدخلات من المعلومات قدرة الفرد على معالجتها يحدث هذا الكم الكبير من المعلومات ظاهرة الإغراق المعلوماتي نتيجة ارتباك الشخص وتشتت ذهنه بين كمية المعلومات الكبيرة التي تعرض لها فتنخفض قدرته على اتخاذ القرارات السليمة. هذا بالضبط ما تقوم به الآلة الإعلامية الداعمة للكيان المحتل، وهنالك عدة آليات تساعده على ذلك، وهي 1- السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي والتحكم بخوارزميات المحتوى المقدم عبر تلك المنصات. 2- تعزيز الدعاية المضللة والمعلومات الكاذبة، خصوصا تلك التي تصب في جهة شيطنة المقاومة الفلسطينية. 3- تمييع القضية عن طريق التركيز على قضايا أخرى مثل الاصطفاف الطائفي والتفرقة العنصرية ودعم توجهات من الممكن أن تتصادم مع البيئات الحاضنة لفكر المقاومة. في الآلية الأولى، من الممكن أن نرى التقييد المفروض على المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية كمثال واضح على الأمر، ولذلك أجدد دعوتي لدعم المحتوى العربي الداعم للقضية وتجنب الترويج السلبي للرواية الإسرائيلية. أما في الآلية الثانية، فلمح في قنوات فضائية عربية الاسم صهيونية الهوى تكفي لفهم الأمر. الشهداء أصبحوا قتلى، والمقاومة أصبحت تخريب، والدفاع عن الوطن أصبح إرهابا ودعوة للإبادة الجماعية. وأخيرا، جميل أن ننشر المحتوى الداعم للقضية، لكن الأجمل أن نتحقق من الأخبار قبل نشرها. لا يمكن أن يكون الكذب سلاحا للحق. وفي جانب آخر، من ينتهج مبدأ خالف تعرف يحتاج إلى رأي مضاد ليسوق له عن طريق الترويج السلبي. ويجب أن لا ننسى أن الذباب الإلكتروني ينشط دائما في المستنقعات التخوينية. بعد نغمة الفلسطينيون باعوا أرضهم ونوتة حماس جلبت الدمار لغزة، جاء دور قصة أن سبب عدم دخول الإغاثات إلى غزة عبر معبر رفح هو إصرار المقاومة على عدم تسليم القطاع للسلطة المرتمية في أحضان الاحتلال. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، تذكر ان فجر السعيد لا تمثل الفكرة السائدة عن القضية في الخليج، وان احمد موسى لا يمثل الاعلام المصري، وان السودان تستحق منا ان نلفت الانظار لها، وان تمييع القضية هو السلاح الاخير لدى الصهاينة. وحلل يا دويري. قلبهم يا اولاد، حلل يا دواري.